كشفت شركة برابوس عن سيارة مرسيدس جي كلاس مزودة بمحرك V12 ضمن فعاليات معرض فرانكفورت للسيارات. فبعد أن أحالت شركة مرسيدس بنز محركها V12 إلى التقاعد وأوقفت صنع طراز G65، أصبحت الآن سيارة مرسيدس G63 AMG هي النسخة الأقوى في أسطول سيارات جي كلاس لعام 2019، وقد سبق وأن جرب هذه السيارة زميلنا كريم ديب. حيث تعتمد G63 AMG 2019 على محرك V8 بسعة 4 لترات مع شاحن تيربو مزدوج يولد قوة 577 حصان و850 نيوتن متر من عزم الدوران. ولكن يبدو أن شركة تعديل السيارات العالمية برابوس اختارت أن تستغل معرض فرانكفورت لتعلن عن عودة محرك V12 الجبار إلى سيارة جي كلاس. وقد قامت الشركة قبل بضعة أيام بنشر صور أجدد سيارات برابوس على الإنترنت والتي تحمل اسم GV12900. هذه السيارة مو عادية، حصرية، 10 سيارات بالعالم، 900 حصان، التورك 1500 نيوتن، من 0 ل 100 3 ثواني و 8 أجزاء، وسرعة قصوى 280. هاي المحرك تاع الأسطورة، 12 سلندر، شوفوا فلتر الهواء، طلعوا العزل من شان الحرارة، طلعوا تربوهات البرابوس معدلين، طلعوا العزل مشان الحم والهيدرز المعدل، كاربون فايبر للتمييز، وختم 900 V12 باي تيربو. يعني برابوس مبدعين. الفكرة انه هذا الجيل الجديد خلاص ما في 12 سلندر، هلا ركبوا محرك 12 سلندر على الجيل الجديد اللي ما في منه 12 سلندر، وحصري 10 سيارات بالعالم. ووفقا للتفاصيل المتوفرة لدينا عزيز المشاهد، فإن سعر مرسيدس جي كلاس مع محرك V12 من تعديل شركة برابوس يبدأ من قرابة 668 ألف دولار أمريكي أو ما يعادل 2,500,000 ريال سعودي. شاركنا عزيز المشاهد برأيك في سيارة جي كلاس المزودة بمحرك V12 في الخانة المخصصة للتعليقات في الأسفل.